عليكم الغزالات ديالي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احوال طيبه، اموركم هانيه، تكونوا مرتاحين، انستاليتوا الامور ديالكم، قديتوا مسائلكم، وليداتكم اللي اختار عن بعد راه دار عن بعد، واللي اختار القرايه في الحضور يكون ربي يسخر له يا ربي والهلا يورينا بس في وليداتنا. كي دايره؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. توحشتكم بزاف 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 بزاف، توحشتكم، واكيد حتى نتوما كتوحشوني، واكيد ولفتوني كيف ما ولفتكم. اليوم ان شاء الله البنات غادي نبارطاجي معكم الروتين اللي كنديرو من بعد ما كندخل للدار. يعني كاملين عارفين كلنا ملي كنكونوا خارجين اولا كنكونوا هكا عندنا شي شغل ولا خارجين مع رجالتنا ولا حتى في دارنا، يعني كنديرو مكياج لوجهنا، كدير ليكرون، كدير فون دو تان، كتدير بزاف ديال لي برودوي اللي ما خاصهمش يبقاو في الوجه ديالكم، وضروري من التنظيف، ضروري من هكا تحيد لي بوانوار، تحيد هادو الشوائب، دير غوماج، دير ماسك، دير بزاف ديال الحوايج باش تحافظ على البشره ديالك وتكون البشره ديالك زوينه وتكون ديما ناضره وتكوني غزاله شهوه منك. بزاف بزاف منكم طلبوا مني الروتين اللي كندير لوجهي. انا صراحه واحد الروتين اللي كنديرو مره في الشهر مره في الشهرين، ديجا راني حاطاه لكم في فلاشين وغنخلي لكم الرابط ديالو لتحت. هذاك هو هذاك هو الروتين اللي كيكون عميق اللي كنديرو كيف قلت لكم مره في الشهرين. يعني كندير سوان دي فيزاج، كندير غوماج، ماسك، كنحيد لي بوانوار، كنحيد هادو داك الشعيرات، مهم كلشي هذاك كنديرو مره في الشهرين. ولكن اللي كنديرو هكا من مور ما كنكون دايره الماكياج هكا غير في الدار ولا هذاك كنديرو خفيف، ولكن ضروري كنستعمل شي برودوي اللي هما نقدروا نقولوا هما السحر اللي باش كيخليو البشره ديالكم مزيانه. مهم البنات ما نطولش عليكم، في الاول غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي كنديرهم، من موراها غادي ندوزو باش نابليكيو. اول حاجه البنات باش نشرح لكم لي برودوي اللي كنكون دايرهم فوجي واللي تقريبا كنديرهم شاك جور، يوميا تنكون دايرهم فوجي. ملي كنكون غنخرج على برا كندير هاد ليكرون هادي ديال اوريفلام كلشي كيعرفها، اولا كندير الكريم ايدغاتون ديال نيفيا. ملي كنكون غير في الدار كندير كريم ايدغاتون ديال نيفيا، عاد كنابليكي فوق منه الفوندو تان. الا كنت غادي نخرج كندير ايكرون سولير، ضروري تدار ايكرون سولير في وجهكم عاد دير فوق منها الفوندو تان، سينو راه غادي تكحل لكم البشره. وهذا بالنسبه ليكرون الفوندو تان اللي كندير جوج. الا كانت غير هكايا في الدار ولا الفوندو تان ديال شاك جور يعني باش تجي خفيفه ومع الصهد هذا ما تقنطكش، كندير فيتمي هادي. بالنسبه للون ديال البشره ديالي هي 120 هي اللي كان نديرها، هي اللي اللون ديال البشره ديالي. هادي البنات حاولوا انكم تاخذوا زعما تاخذوا دوريجين، من الا دوريجين غادي تاخذوها ب 80 درهم 90 درهم هذاك هو ثمنها. الا ما عرفتوش فين تلقاوها، بالنسبه للناس اللي في تازه غتلقاوها عندي ياسين اللي بارطاجيتها معكم في بنجرادي، وغادي تلقاوه في المركب. ملي كتدخلوا المركب كتطلعوا داك اللي اونفاس ليكم البنت وخوها هما اللي غتلقاو عندهم دوريجين. هذه البنات كنديرها ديال شاك جور. ملي كنكون هكا في الدار، انا واخا في الدار كندير فوندو تان يوميا، خصني نوض الصباح ندير فوندو تان، ندير ريسيل فارا بوبيير، المهم نقاد مسائلي عاد نبدا شغلي. هذه اللي كنديرها شاك جور. وهاد ميلاني، هاد ميلاني راه ما غاديش تلقاوها في المغرب، هادي راه كانت جابتها غير بيم، كانت كتجيبها من بين العروض ديال بيم، سينو الناس اللي على برا غادي يلقاوها، ولا عندكم شي واحد على برا يجيبها لكم. هاد ميلاني هادي خطيره كتغطي داكشي الرفيع. صافي هادو هما اللي كندير، وحاجه اخرى راه كندير ريسيل وشي حاجه اللي عاديه. بغيت البنات نبارطاجي معكم بالنسبه للريسيل هاد اسونس هذا خطير، هاد اسونس هادي هي اللي كندير انا دابا. شوفوا كيفاش كتطلع، شوفوا كيفاش كتطلع الشفر. هادي باش تعرفوا البنات الدوريجين من العاديه، الدوريجين كتكون فيها هنا نقطه، كتكون فيها هنا غارقه، الا ما كانتش هنايا غارقه راها ماشي دوريجين ما تاخدوهاش. هذه البنات غزاله بالنسبه للبنات اللي عندهم الشفار قلال، هذه راها كطلع لك الشفار من داكشي الرفيع. صافي بالنسبه للروتين اللي كيكون من بعد المكياج، ها نتوما غتبداو معايا دابا. Come back, we went out at night and day. We enjoyed our life. I remember in your car, looking on top, we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight.
ساليت الروتين اللي كنديماكيي به وجهي وكندير الغسول اللي كنستعملو دائما كيف قلت لكم هذا ديال ايبروشي. دابا غادي ندوزو للسر كي لا بغيتو تقولوا بحال السر البنات. الحاجه اللي كنستعملها هي هذا الكريم هذا ديال الكولاجين. راكم عارفين شنو هما الفوائد اللي كاينين في الكولاجين. هذا الكريم هذا كينقص من التجاعيد، كيصفي البشره، كيدك لي غيد صغيورين كيحيدهم، كيعطيك واحد النضره، كيعطيك واحد البريونس في لابو ديالك. فيه بزاف 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 ديال الفوائد. هذا كنديرو بالصباح وكنديرو بالليل، خصوصا البنات في الليل ملي هكا تبغيو تنعسوا دي ماكيو الوجه ديالكم وديروه. هذا كناخذو من واحد السيت كاين في الانستغرام. الناس اللي الا بغيتو غادي نخلي لكم نيميرو التليفون ديال السيد اللي كناخذ من عنده هذا، وغادي يجيبوه لكم حتى للدار. غادي نقول لكم هذا صراحه بالنسبه للبنات اللي قربوا يوصلوا ل 30 او لفاتوا 30 راه ايفيكاس، ولكن المداومه غتكونوا ديجا راكم شفتوه غتكونوا شفتوه بزاف ديال لي باج في الانستغرام، وقلبوا على السميه ديالو في اليوتيوب وقراو عليه وغتعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج. وكال كولاجين بيوتي كريم خطير، هذا كنابليكيه على وجهي ومن موراه كندير واحد الحاجه على ودي تلاسارن. راكم عارفين حنايا التليفون كنهزو بزاف التليفون، سورتو انا كنهز بزاف التليفون في يدي، كنسهر بزاف، يعني هنايا كيولي كحل. ولكن البنات كاين واحد السر اللي تهو مع هاد الكريم هذا خطير خطير خطير، هو اللي كنستعملهم وما كيخطاونيش. دوز معايا ابليكو الكريم. البنات هو اللي كنديرو هنايا في السرن. هذا البنات هذا الكولاجين هذا ملي كديروه راه كتحسوا بواحد الترطيب اللي هو هائل، كتحسوا بالبشره ديالكم خفيفه. اش غادي نقول لكم، جربوه عاد غادي تحكموا. من غير البنات ماشي كنقول لكم ضروري ديروا هذا، راه بامكانكم ديروا اي حاجه. انا ما كنتش كندير هذا، كنت كنكتفي بلا الويفيرا، هذه كنخديتها ب 55 درهم، كندير غير هذه اولا هذا لا الويفيرا حتى هو غوتا غوت. يعني حاولوا انكم ديروا هانتوما هذا هكذايا، كديري هكايا لي غوت، كتديري لي غوت اللي غادي يكفيوك في الوجه ديالك وكتابليكي. لا الويفيرا باش زوينه بحال كديري غير الماء، وعاد فيها بزاف ديال الفوائد. يعني ملي ما كيكونش هذا كنستغني عليه وكندير لا الويفيرا، اما هذا هذا خلاص غير الوجه، هذه خاصه غير بالوجه. وهادي راه عندها بزاف ديال الاستعمالات، كدير بها لي ماسك، ديرها في شعرك، ديرها في يدك، ديرها في حجبانك، في شفرانك، يعني عندها بزاف ديال الاستعمالات هاد الجيل ديال الويفيرا. وهذا خلاص راه مصاوب، هذا سيروم ديال الوجه بوحديتو. ها نتوما كيف ما كتشوف، هادو البنات كناخذهم قلت لكم من السيت، كاين السيت في الانستغرام. هذا هو اللي كنديرو بالنسبه للسرن، ها نتوما كيف ما كتشوفوا، سميتو كوفير كوكو. هذا زوين، كاين فيه واحد ليكيد هنايا وعندو هاد ليبونج هنا، كطلعو هذاك الليكيد بحال هكذا وكيخرج صافي، وكان ابليكي هنايا. وكيف قلت لكم يعني راها ما كايناش البنات، ما كايناش شيء انت على وجه الكره الارضيه اللي هي ما زويناش، واللي هي البشره ديالها زوينه، واللي عندها النضاره، واللي عندها بزاف ديال الحوايج. جست هو انك خاص الحاجه تعتنيو بها، وخاصكم تعتنيو براسكم، وخاصكم تدوروا براسكم باش تبقاي دائما نواره، تبقاي دائما مفتحه. كيف قلت لكم يعني ماشي ما كاينش هذا ما نديرش، وماشي ما كاينش هذا ما نديرش. يعني انا في الاول كنت والغسول، انايا في الغسول ماشي ضروري هذا، راه كاينين بزاف غسلي غير بالصابونه ديال الحجره، ومهم هو انك ترطبي. الاساس من هذا الشيء كله هو انك ترطبي. هادو بغيت نبارطاجيهم معكم، ممكن ديجا بارطاجيتهم معكم، هادي فولدرم، هاد الماسك والغوماج، هادو 25 درهم بالنسبه للبنات اللي كيقراو ولا اللي عندهم غير المنحه اللي على قد الحال. هادو البنات زوينين ديال الصبار وديال الخيار، الغوماج
والماسك، هادو فنين كيديروا 25 درهم الواحد ومزيانين. انا هادو هما اللي كنت كندير في الاول، وشويه بشويه بديت كنعرف بزاف ديال الحوايج وكنديرهم. بالنسبه للمقشر خديت حتى هاد ليسونسييل ديجا كنت بارطاجيتو معكم وراه زوين، هذا المارك ايسونسييل ديال اوريفلام راه زوينه بزاف. ولكن هادشي كله جربت بزاف ديال الحوايج، وفي الغسوله البنات هذا هو التوب. بالنسبه للبشره الجافه غتاخذوا الزرق، والبشره الدهنيه غتاخذوا الخضر. وصافي هادشي اللي بغيت نبارطاجيه معكم، هذا هو الروتين اللي كنديرو تقريبا يوميا، ماشي تقريبا، اللي كنديرو يوميا من مور ما كندير الماكياج، كنديماكيي وجهي، كندير الغسول وكندير الكريم، فقط هادشي اللي كاين. هادشي كديرو مع المدة اليوم على غدا على بعدو، صافي كتحس كتلقى واحد النتيجة. رجعوا لي فيديو ديالي الاولى، رجعوا لي فيديو ديالي الاولى اللي كانوا عندي في الاول، غادي تبان لكم واحد الفرق ديال اللون ديال البشره وديال البشره كيف كانت وكيف ولات، غيبان لكم واحد الفرق كبير، واحد الفرق شاسع. رجعوا البنات الاول الفيديوهات ديالي الاولى، غتشوفوا البشره ديالي كيف كانت وكيفاش ولات. انا صراحه ما كنتش كنعتني بها، ما كنتش كنعطيها وقت، ولكن شويه بشويه داكشي بدا كي بديت كنولف. راكم عارفين حنا كنعكزو، ولكن ملي بقيت كدير اليوم على غدا على بعدا، صافي لقيت راسي صافي ولفت وغادا معكم. صافي غزالات ديالي، هنا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. وما تنساوش البنات من مور ما ديروا الترطيب لوجهكم كامل، ديروا الترطيب حتى لليفغ ديالكم. انا غادي نبارطاجي معكم شنو كندير لليفغ. بالنسبه لليفغ كنرطب غير بهادو، هادو عندي هذا ديال الفرومبواز وعندي واحد اخر ديال الكوكو. صافي هذا راه قرب يسالي، داكشي علاش خديت الاخر ديال الفرومبواز. صافي كترطبوا، انا ما كيعجبنيش هذا ديال الفرومبواز حيت كيخلي شويه اللون، الاخر ديال الكوكو ما تيخليش اللون نهائيا. صافي كترطبي لي ليفغ ديالك، وهكا كتكوني تساليتي الروتين ديالك، كتكوني تهليتي في راسك، كتكوني تهليتي في البشره ديالك، كتكوني تحسي براسك جديده ونقيه، وتحسي براسك فيك الريحه ديال النقاء وها حقيقيه. كنتمنى انكم تكونوا تحمستوا معايا، كنتمنى انكم تكونوا تنوضوا كاملين تغسلوا وجهكم باش ما كان الله يجعلك غير حك ديال نيفيا. غسلي وجهك بصابون الحجره وديري نيفيا يوميا، غتبان لك الريزلت. هنا كنكونوا وصلنا للاخر ديال لا فيديو، كنبغيكم بزاف، وكنتمنى تكونوا كنمرر لكم، كنباسي لكم واحد الطاقه ايجابيه، وتكونوا كتبغيو تنوضوا تهلاو في راسكم وتنوضوا تبانوا حتى نتوما زوينات، وتهلاي في راسك وتهلاي في البشره ديالك. وراكم عارفين دابا جاي الخريف، يعني البشره شويه كتقصح، حاولوا انكم ديروا فيكم النفس وكونوا عيالات. تهلاو ليا فراسكم وكنبغيكم بزاف. غرو بيزو اتوس مع فيديو جديد ان شاء الله.